وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الشيخ خالد بن خليفة الخليفة المدير العام لكلية فتيل للضيافة. إذا نرحب بك في نشرة الثالثة. لو تحدثنا عن مشروع مركز التعلم الجديد في كلية فتيل، ما أبرز أهدافه؟ يا هلا، الله يمسيكم الخير. طبعا مركز التعلم المحدث يحاكي الخدمات المقدمة في الكلية الأم بفرنسا، حيث تم تحويل المكتبة التقليدية إلى إلكترونية توفر مصادر التعلم عن طريق الإنترنت، تسمح للمتعلم والهيئة الأكاديمية الوصول للمعلومات أو المصادر بكل سهولة وسلاسة وفي أي وقت وفي أي مكان. وطبعا بالإضافة تم تجهيز مركز التعلم الجديد بعدد من أجهزة الحاسوب متاحة كذلك للمتعلمين لإنجاز أو إتمام متطلبات التعلم في وقت الفراغ بين الصفوف على سبيل المثال. التدشين هذا المركز يأتي من حرص الكلية على توفير بيئة تعليمية تواكب أفضل الممارسات وتطور مشهود في المملكة، بهدف تمكين المتعلم بشكل فعال مقارنة باللي كان موجود في السابق، وبالتالي يؤدي إلى الارتقاء بمستوى الخريجين اللي راح ينخرطون إن شاء الله في القطاع السياحي بشكل عام. وطبعا هذه هو دور الكلية الأساسي، رفض القطاع بكفاءات تتمتع بمهارات ذو معايير دولية تلتقي إن شاء الله باحتياجات سوق العمل. نعم الشيخ خالد، كيف سيخدم برأيك افتتاح هذا المركز الجديد في تحقيق الاستراتيجية السياحية لا سيما على صعيد قطاع الضيافة بالتحديد؟ نعم مثلكم مثل ما تعرفين الكلية هو مشروع استثمرت فيه هيئة البحرين للسياحة والمعارف ولدعم القطاع الواعد اللي هو السياحي. وطبعا مثل ما احنا نشوف هذا القطاع الحين في نمو متزايد، وهذا النمو محتاج كفاءات متمكنة تساهم في تطوير ونموه. فبهالطريقة احنا نستثمر في المتعلم، وهذا الشيء يؤدي الى خلينا نقول تحسين مخرجات التعليم والتعلم. لدى الكلية، وبالتالي ان شاء الله خلينا نقول الكفاءات المتوفرة لأصحاب الأعمال تكون على مستوى أعلى، وإن شاء الله تساهم في هذه النمو الاقتصادي للمملكة. نعم نتمنى لكم كل التوفيق. إذن الشيخ خالد بن خليفة الخليفة المدير العام لكلية فتيل للضيافة، شكرا جزيلا لك.